ايه اذا حضره الشياطين زارت الملائكه ولا ايه؟ لامار عمر رايح على فين يا حبيبي؟ لامار استني بس جراي انت رايح على فين؟ هو انت مش ناوي تبطل رمرمه؟ بس ايه ده؟ مش دي البنت اللي انت كنت بايت عندها؟ الله يخرب بيتك يا عمي. لامار لامار بص يا حبيبي معلش رايح فين؟ ما ينفعش تمشي كده. ليه؟ بقول لك دي فاهمه غلط. انت اللي هتتفهم غلط لو خرجت كده. يلا يلا تعالي تعالي معانا تعالي. يلا تيجي معانا على فين؟ جوه جوه. ايه يا عمر؟ ما انا اول ما عرفت سبت الدنيا وجيت لك جاي تعمل كده فيا. فيا يا بنت انت؟ في ايه؟ احنا مش كنا خلصنا خلاص؟ اهدى يا حبيبي احسن الجرح يفتح تاني. ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ سقعيه ايه بس يعني؟ مش يا عمر. يعني حلوة يعني. سكري فمك واطلعي من غير ولا كلمة. ماشي ماشي. يا ستي حل عني بقى. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا حبيبي انت بتشخط فيا ليه بس كده؟ يرضيك كده يا عمو. لا بصراحة ما يرضنيش. في ناس بعيد عنك ما عندهمش سنس ما عندهمش نظر. انت ما تقولوا أي حاجة من كلامك الحلو ده. حلو. هو في أحلى من كده. ما يسيب لكم الأوضة تريحوا فيها حبة. هي يا حبيبي بس أنا عايزة أفهم مالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ يا بنت الناس سيبيني في حالي. سيبيني في حالي. ما أناش سايباك في حالي غير لما أعرف البت اللي كانت هنا دي مين وبتعمل إيه. وأنتِ مالك؟ شايف يا عمو بيشخط فيا إزاي؟ جرأة يا عمر جرأة إيه؟ يا أخي بالراحة عليها. دي برضه حنينة وما تستاهلش. والله يا عم انت العسل. انا الفيسبوك ما تعملي لي اد. ما اعمل لكم بلوك انتوا الاثنين. اعمل لكم بلوك. يلا يا بنت يلا يا بنت من الاتوبيس ده انزلي يلا انزلي داخل الخط. انت كمان بتطردني ها؟ يلا مع السلامه. ماشي يا عمر انا ماشيه بس خليك فاكرها. سلام سلام. هروح اوصلها. يا خالي ارحمني بقى ارحمني بقى. خالك وانا خالك ولا عمك؟ يا عم ارحمني ده وقته ده وقته ده وقته. عمك عمك ارحمني انت قادر ارحمني. قول لي ازاي بتقدر توقعهم في دباديبك كده؟ دي بنت فاضيه اصلا ومخها طائر وجت في وقت مش وقتها خالص وعوزت لي الدنيا مع لامار. هوبا خلاص. يبقى المركب رست على الشط يا ابطال. ولا رست ولا حاجه. رست ايه بس؟ هلا هتعملهم عليا. بس بيني وبينك البنت تستاهل. الاولانيه؟ لا التانيه. الاولانيه لامار. رمار. لا تستاهل رمار دي تستاهل. لامار لامار بس خلاص هي هتوريني وشها بعد اللي حصل ده. بالعكس اللي عملته البت الاولانيه رمار. لا اللي عملته التانية مجنونه اللي زي لقطه القشطه دي. خلت التانية تلف حوالين نفسها. اسالني انا ازاي يا عم رشدي يا باظ. ازاي البنت اللي بدرت عليها بالشعنانه بتاعتها التانية كلت في نفسها وفي قلبها طلعت كل اللي جواها. حست انها انكشفت. هوب جريت. انت قصدك انها غارت؟ ايوه خد من عمك. انا خبره.